اهلا بكم مشاهدينا، وتاني فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. وطبعا بما انه بلدنا بعد ثوره وفيها مشاكل كتير، فيمكن من الحاجات الكويسه جدا اللي حصلت في بلدنا بعد الثوره انه اكتشفنا الشباب، وابتدت الشباب تكتشف نفسها وتعمل حاجات كتير، ومن اهمها المبادرات. والمبادره اللي معانا النهارده هي مبادره العمل عباده لتشغيل الشباب وحصر البطاله. وطبعا اعتقد دي من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها، خصوصا بعد تزايد البطاله من الناس اللي كانت شغاله في الفتره اللي فاتت. هيكون مشرفنا استاذه ريم حنا، صاحبة المبادرة. صباح الخير يا ريم. صباح الخير، ازيك؟ عايزين نتكلم على حكاية المبادرة. المبادرة ابتدت ازاي ومدى نجاحها حتى الله؟ مبادرة هي اسمها العمل عبادة، ابتدت 2009 يعني قبل الثورة. وكنت حتى بتكلم معاك قبل الهوا ان المبادرة ابتدت لما لقينا اتنين منشات تحت بعض في الجريدة القومية، ومش هنسى التاريخ 11 فبراير 2009. كان المنشط الاولاني بيقول البطاله 11.2 في مصر، والمنشط اللي تحتيه لجوء شركات النسيج والجرانيت والسيراميك للعماله، يعني للعماله الخارجيه من بنجلاديش والصين. فبصراحه احبطنا جدا، يعني حسينا باحباط فظيع ان في عندنا نسبه كبيره من البطاله، وفي نفس الوقت ان اغلب الشركات بتلجا للبطاله بالعماله من بره. فقلنا لا، العجائب ان احنا عندنا بطاله وبنجيب من بره. بالظبط كده. عشان كده دايما ودايما يمكن بعدها ممكن يعني نغوص في الكلام، انا مش حاسه ان في بطاله في مصر، بس ده ممكن نتكلم فيها بعدين. فقلنا مش حاسه ان في بطاله معنا. لا مفيش. اول حاجه عشان كده هو المبادره لما احنا عملناها، ويمكن انا اديت حبه يعني اديت فلاشه كده فيها صور، لان احنا قلنا طب نبتدي ازاي نحاول احنا نساعد الشباب ونشوف فعلا 11.2% دول ليه ما بيشتغلوش، وليه الشركات بتلجا للعماله من بره. فابتدينا عملنا زي مسابقه كده اسمها مسابقه رسم، قول لي انت او انت شايفه سوق العمل شكله ازاي. فتجالنا صور بجد يعني كانت قد ايه، ما كانت فعلا يعني من الناحيه الفنيه قد ايه عبقريه، بس من الناحيه النفسيه قد ايه كانت محبطه جدا. يعني واحد عامل سوق العمل زي السكينه وماشي عليها حافي ورجليه مقطعه. بس هي المشكله ان يمكن من ساعه ما قامت الثوره حتى اللحظه نسبه البطاله من الناس اللي كانت فعليا من قوه العمل زي نسبة حوالي 3.5% من قوه العمل اللي هي 27 مليون. انا سايبه برضو هنا في اللي هو اخر احصاء لل بالظبط، شايف الصوره والسكينه، واخر السكينه جردل وفرشه. يعني سوق العمل بالنسبه له مهما تعب ومهما عمل حاجه اخرها جردل وفرشه. في صوره تانية لواحده بتقدم السي في بس هي محجبه، بس الراجل ما بيفكرش خالص غير ان هي في الشكل. يعني هما برضو عندهم الفكر انه في تمييز بقى، ممكن بالشكل، تمييز اللي هو النوع، يعني ده للستات ده للرجاله فما ينفعش. وبعدين لقيت بقى زي ما حضرتك بتقول الكابماس اللي هو مركز الاحصاء والتعبئه مطلع الربع الاخراني من 2012 ب 13%، يعني في زياده. انا معاك طبعا، بس انا بقول لك ان فعلا كميه الشركات اللي بتجيلنا ومحتاجه ناس قد ايه رهيبه جدا جدا. تفتكر الازمه في ايه في موضوع البطاله؟ ان احنا مش عارفين نواجه التعليم مثلا بشكل مظبوط اتجاه الحاجات المطلوبه في السوق. يعني بره مثلا المهن الفنيه والمهنيه مثلا السباك ده راجل ملك بره مصر. الناس اللي بتشيل الزباله بره مصر بياخدوا من اعلى الاجور في الدول المتقدمه. فهل احنا عندنا مشكله في التوجيه؟ انه ما بنوجهش التعليم صح. يمكن حتى في امريكا اللي هي تعتبر الدوله الاولى في العالم في التعليم، مش كل الناس بتتعلم. يا اما بتكون انت راجل غني عشان تقدر تصرف على مصاريف تعليمك الجامعي، يا اما بتكون راجل واخد منح وبتذاكر وبتتعب، مش زي عندنا الناس. يعني كل الناس داخله الجامعه. لا، انا كمان هزود كمان حيرتك بحاجه ثانيه، ان احنا عندنا البطاله 13% اكبر نسبه منها اللي هم الناس الخارجين معاهد فنيه ومدارس فنيه، وهم دول المطلوبين في الشركات. طب ليه يعني بقى؟ يعني هو ده علشان ليه علي علشان ان سوق العمل بعيد جدا 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 عن طالب العمل، وهو ده يمكن هو ده هدف المبادره، ان انا بحاول اقلل الفجوه ما بين سوق العمل وطالب العمل. بقول لهم القدرات اللي انتم محتاجينها اللي تخلوك مهيئين لسوق العمل هي 1 2 3 4. طب مش بس الكمبيوتر أنا عندي ولا بس بسيط. هو وزاره القوى العامله ايه دورها في الحتتين دي؟ بص، هقول لك حاجه يا فادي. احنا انا زي ما قلت لك انا مبادرتي قبل الثوره، وانا كنت دايما بقول اللي عايز حاجه هيعملها. عشان كده انا مش عايزه القي اللوم على اي جهات. لا انا بسال. يعني انا اعتقد ان لا هي طبعا هي المفترض انه يعني زمان كان القوى العامله الناس بتستنى لما القوى العامله تبعت لهم. ده زمان جدا. لما تبعت لهم ويتعينوا حسب التسعير وحسب ما تيجي. دلوقتي دورها وصل فين؟ طب ليه ما بتعملش اللينك ما بين، يعني ليه هي مش متوليه؟ هي مش يعني طبعا يعني هو الواضح طبعا
هي مش متوليه الدور بتاعها التوصيل. لان انا احنا يعني كان في شغل من فتره من اشتغلتها كنت بشتغل عن قرب من وزاره القوى العامله، المفروض ان هي بتعمل تدريب وتشغيل، بمعنى ان انا وانت عندك مكاتب عمل تبع وزاره القوى العامله جنبها على طول مراكز تدريب، بحيث ان انا مثلا لو انا ريم داخله وعايز اشتغل سكرتيره ومثلا بس انا ينقصني قدرات معينه زي اللغه، المفروض ان لما باجي اقدم في مكاتب العمل المفروض ان نفس الجهه التي يعني اللي بيتبع فيها مكاتب عمل ليها حاجه اسمها مراكز تدريب بتوصي تقول لي ريم اهي تاشيره اهي روحي في كورسات انجليزي في كورسات كمبيوتر هتاخديها هتبقي انت اكتر عندك قدره اكتر تخش سوق العمل في المجال اللي انت تحبيه اللي هو السكرتير. طبعا الدور ده مش موجود، علشان كده احنا يعني انا ما اقدرش نقف كده عاجزين او نقول لا مش هنعمل حاجه، فعملنا المبادره بحيث ان انا المبادره عباره عن لقاء شهري. كلميني بعد المبادره علشان اعتقد ان كل اللي احنا قلناه ده في الاخر تحصيل حاصل بالنسبه للي بيتفرج، واكيد ناس كتير يهمها دلوقتي في البيت قاعده ها ازاي ونبتدي ازاي ونشارككم ازاي او نشتغل ازاي. ف المبادره هي لقاء شهري، وطبعا انا بذكر على الهواء طبعا باشمهندس محمد الصاوي اللي هو اداني الفرصه ان انا اعمل مبادره عنده في الساقيه، بتبقى مره في الشهر بنحاول ان احنا نجيب ناس من خارج يعني ناس اللي هو يعني مدربين من التنميه البشريه بيحاول يعني يدوا حبه معلومات عن سوق العمل وطبيعه سوق العمل. الجزء الثاني من اللقاء بيبقى مبدئيا اللي عاوز يوصل لك ويوصل لك احنا في اخر جمعه من كل شهر في ساقيه الصاوي، اخر جمعه من كل شهر. جميل. يعني الشهر ده 31 مايو، ودايما احنا مش بيبقى عندنا اغلب اللي بيجونا بيبقى فتيات، فبناخد دايما من الساعه 6 للساعه 8 او 8 ونص عشان ايه ما يتاخروش وكده. انا بسال يعني عشان هاكد على ده في اخر اخر الفقره، بس انتوا ايه بقى يعني اعملوا حساب الهجوم. خلاص احنا مستنيين. والجزء الثاني بيبقى راجل اعمال بنحاول يجي، يعني طبعا انا مش عايزه اقول اسامي بس يعني ناس من كل المجالات من كل مجالات. على فكره من ضمن الناس اللي هم جابوا الناس البنجلاديش والصينيين كان راجل اكبر يعني من شركات كبيره جدا وصانع كبيره للسيراميك والجليد 6 اكتوبر، فجينا سالناه عندنا في المبادره انت ليه توجهت ان انت تجيب من الناس من بنجلاديش، تفتكر قال لي ايه؟ ايه الحاجه اللي مش موجوده في الشباب المصري؟ ايه بقى؟ الالتزام. اوه الالتزام. قال لي انا 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 عايز حد الساعه 8 يبقى في المصنع، مش في المصنع الساعه 8 يبقى قدام المكنه. فانا لما بجيب حد اولا يقول لي شباب مصري دول من اذكى شباب العالم، يتعلم في يعني في وقت بسيط جدا كده، لكن انا لما اقول 8 قال يجي 8 و10 8 وربع، فاكر ان ربع ساعه دي بالنسبه له هو يمكن مش ملموسه، لكن انا كراجل اعمال بخسر فيها فلوس، فبلجا للعمال اللي بره هم عندهم التزام بيعشقوا الشغل بيعشقوا المكنه، يقفوا الساعه 8 ل 5 بالاوفرول بتاعهم او كده. بيكلفوني اكتر بيكلفوني اكتر، يعني بيكلفوني مش بس مرتبات واقامه ومعيشه وكل الكلام ده كله، وطبعا بيبقى عندهم متامنين يعني اللي هو اجتماعي وصحي وكده، بس ده بيكلفه كتير، لكن هو اهم حاجه عنده ايه؟ ان خط الانتاج بتاعه ما يوقفش حتى لو خمس دقائق. طب ليه ما فيش ليكم سايت مثلا يعني زي مواقع التوظيف؟ عندنا سايت اسمه عمل عباده، اوكي، والعمل عباده دوت 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 نت، وده احنا بنحاول بالانجلش بقى. لا بالثلاثه يعني الرقم ثلاثة وبعدين امل وبعدين ثلاثة عباده ebada.net، وده بيبقى بلاتفورم او زي ملتقى بنحط فيه الوظائف. عشان كده انا قلت لك قبل الهوا انا ما بوظفش. انا المبادره بتاعتي ان انا بحاول اقلل الفكوه. اللي نشكر ربنا ان مع الوقت مكاتب العمل بقت تيجي وشركات بقت تتواصل معانا، وقدرنا ان احنا فعلا في خلال الاربع سنين دول نوظف 822 حد. طب ايه الفرق بينكم وبين مواقع التوظيف يعني؟ احنا مواقع التوظيف بتحط بس الوظائف، انا ما بحطش وظائف. مش وظائف بس، انا بحط وظائف زائد البيئه، لان انا بنسق الشخص المناسب بالنسبه لل لان اقول لك حاجه، انا ممكن ايه مطلوب مثلا سكرتير تلاقيها معاك، طيب السكرتيره دي انت عايز فيها ايه؟ هتسكتي تشتغل فين؟ هتشتغل في مصنع ولا اشتغل في شركه ولا اشتغل في صيدليه ولا اشتغل في مطعم ولا اشتغل؟ لازم التوظيف بتاع الوظيفه يبقى فعلا واضح، لان هو ده اللي بيخلق الناس تقول لك ومش كفايه كمان انا بروح اقعد سكرتير، لكن انا مثلا كبنت انا مش عايز اشتغل في مصنع، فانت لما بتكتبليش ده انا بحبط بروح اقدم عندك السي في واقول لا المكان مش عاجبني. فلازم الناس اللي تيجي تكتب الوظيفه مش تكتب مثلا مطلوب سكرتيره تجيد اللغه الانجليزيه وتجيد الكمبيوتر وتجيد مثلا مهارات مثلا اللي هو الكوميونيكيشن او التواصل، لا يقول لي البيئه هتقعد فين، السكرتيره دي هتقعد فين، ده مهم جدا عشان يبقى الصوره كامله لطالب العمل. هل بتشوفي انه اعلانات العمل اللي بتبقى او طلب العاملين بالنسبه للجرايد بيبقى فيها مشكله انها مش واضحه؟ مش واضحه، ما بتديش المعلومه كامله فبتدي احباط اكبر.
ده اللي بيحصل. وفي نفس الوقت كمان انا هرجع اقول لك على موضوع الاولاني اللي هو 65% من البطاله خارجين المعاهد الفنيه والمدارس الفنيه، بالرغم ان هم دول مطلوبين جدا 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 في سوق العمل، لان مفيش اي نوع من التواصل. تاني حاجه، الناس مش فاهمه ان اللي بيسموه اصحاب الياقات الزرقاء او البلو كولر اللي هو العمال دول، دول يعني بره بيتباس زي ما حضرتك قلت السباك كده، بيتباس ايديهم، بيتباس ايديهم فعلا، دول حتى بيسموهم فنيين. يعني انا لسه حد بيقول لي انه في امريكا يعني بياخد 45 دولار اللي بيشيل الزباله في الساعه، 45 دولار في الساعه. يا ريتني انا، يا ريتني يعني كان ليا الحق، يا ريتني افتكرت وجبت لك. احنا من اسبوعين يعني اخر عمل عباده جبت لهم طلبين عمل برضو في احدى الصحف القوميه، حاجه قد كده مكتوب عليها مهندسين، مطلوب مهندسين، وجنبها اعلان قد كده مطلوب خراط. فحتى بقول لهم تفتكر مين هياخد اكتر، مين اللي مدفوع عليه الاعلان اكتر، المطلوبين مهندسين ولا خراط واحد قد كده الاعلان؟ يعني انا قصدي ان لما ذكرت موضوع الزباله كنت بقول على اهميه المهنه، هم بالنسبه لهم ده شخص مهم جدا ان هو بيشيل مشاكلهم، اللي بيدوا له كل الاحتياطات الممكنه بالزبط. المهن الفنيه، الخراط، السباك، المهنه اللي هو ما حدش يعرف يعملها غير المتخصص فيها. بالظبط كده. ودي بقى حاجات فيها فنيه يعني، حتى عشان يعني على سبيل الدعابه طبعا، هي طبعا لغويا، وانا بعتذر طبعا للناس اللي بتوع اللغه العربيه، حتى اسمها فني يعني، هو الفني جاي من، انا قلتهم جاي من فن يعني، هو طبعا ده غلط، بس انا عشان اقرب الصوره اكتر، متخصص. حاجه متخصص وفي نفس الوقت بيشتغل بايديه، فده بيعمل زي بيس اوف ميوزك، بيعمل قطعه موسيقيه، سواء كانت في السباكه، سواء كانت في الخراطه، في اللحام. ففعلا عايزين نلقي الضوء فعلا على المهن اللي هي الحرفيه، اللي هي للاسف في مصر ابتدت تندثر، وابتدت ما يبقاش عليها الضوء بشكل يعني نقول بشكل محترم يعني. يعني يقول لك ايه لحام، لا انا بقى مهندس، يا صدقني يعني انت هتكسب اكتر وانت هتبدع اكتر، وده اللي مطلوب اكتر. فلازم فعلا مع التوجه، يا ريت يعني من خلال البرنامج ده انا بدي يعني بطلب ان فعلا لازم يكون في برامج متخصصه بطريقه ما تبقاش طريقه جافه، بس تبقى طريقه فيها نوع من الابداع، ازاي ان احنا السوق العمل اللي هو الحرفي او الفني نلقي عليه الضوء، ونقول فعلا ده لا يقل اهميه عن الدكتور والمهندس والمحاسب واللي هو الوظائف. الناس كلها تقول لك انا اخش هندسه بس ما اخشش معهد فني، فريت فعلا ده يبقى توجه عشان نقدر فعلا نلبي سوق العمل. زي ما قلت لك مفيش بطاله، لكن مفيش عدم ماتشنج، مفيش عدم يعني اندماج او تواصل ما بين سوق العمل، عاملين زي قضيبين القطر كده، سوق العمل في حته وطالب العمل في حته، ولا ده عارف يوصل لده ولا ده عارف يفهم لغه ده. طيب 11 فبراير 2009 لغايه النهارده كشف حسابكم بيقول ايه في العمل يا بنت؟ كشف حسابنا 822 حد اشتغل، منهم فنيين كتير. الحمد لله عملنا 2 ملتقى توظيف، واحد 2010 وواحد 2011، لا 2009 و2000 لا 2010 2011. ده اللي احنا بنسمع عنهم في الجرايد ومش عارفين مين بيروح. بس انا ملتقى التوظيف عندي مختلف برضو يعني، ممكن بمعنى ان انا طالب العام ما يخشش يبقى معاه السيفيهات بتاعته ويرميها كده زي البونبوني يوزعها في شركات. بس على فكره هو يعني هو عمليا غالبيه الناس بتعمل كده، بس ده غلط. يرمي سي في هنا ليه؟ هنا لان سوق، لان الملتقى التوظيف ما بيوضحش من الاول ملتقى التوظيف شكله ازاي. انا لما اخش ملتقى التوظيف ومحدش من الاول بيستقبلني كطالب عمل يقول لي الشركات الموجوده اهي لسته بالشركات، عندك شركات خدميه، عندك شركات تبع الصناعه، عندك شركات تجاريه، عشان حتى التمييز اعرف انا كطالب العمل، وادي فرصه للشركات دقيقتين في المايك في ملتقى التوظيف، اقول انا شركه كذا، البروفايل بتاعي كذا، شكلي كذا، مطلوب عندي وظائف كذا وكذا وكذا، وادي لطالب العمل فرصه ان هو يحاور الشركه، يقول لها الوظائف اللي انت محتاجاها ايه طبيعه الشغل، ايه اللي انا هاخده، وانا ممكن مثلا اخد مرتب قليل لكن هتعلم كتير. فانا لسه حتى كنت بقول ان اول 10 15 سنه العمر الشباب ده انت بتتعلم، انت بتستثمر جوه يعني بتستثمر في نفسك. فيعني لو انت بتاخد قرش انت في 15 سنه بتاخد عليهم قرشين، لان الشركه بتعلمك، الشركه بتدربك. فلازم فعلا ان احنا سوري ان احنا فعلا يعني ملتقى التوظيف يبقى سوري ملتقى التوظيف يبقى فعلا على يعني على الجهد. يعني عارفه هي عندنا مشاكل كتير، واعتقد انه محتاجين نهتم بالموضوع اكتر. يا ريت. انه
الناس بتدور على الشغل، ويمكن الطبيعي انت بتتكلمي مراعاه الاحباط ومراعاه شعور الناس، وده حاجه ما بتحصلش كتير جدا. استاذه ريم حنا صاحبه مبادره العمل عباده، بنشكرك جدا وبنتمنى لكم التوفيق، وتوظفوا ناس اكتر واكتر، وممكن ناس تتواصل معاكم على السايت بتاعهم عمل عباده ومكان العين 3 باللغه الانجليزيه .net. فقراتنا مستمره، في نهارك سعيد بعد الفصل على طول، تابعوا.